بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضه شرح سريع على حاجة كولر، زي تعملها بوست بروسيسنج وازاي تشتغلها على الفيتريا. احنا طبعا جينا هنا على البيشن دايركتوري اللي فيه البيشن او الكاردياك فيزس. عموما متعودين دايما بنبعت البيست ستول بيست دايستول، هي دي ال 542 مللي سكند، دي البيست دايستول فيز. ال 337 مللي سكند دي البيست ستوليك فيز. دايما البيست ستوليك فيز بيبقى في اول الكارديك سايكل، فتلاقي الرقم بتاعها كفاليو اصغر من الرقم التاني، وزي طبعا 75% باي ديفولت. بنبعت دايما البيست ستول بيست ستول 75%، ده البيزك بروتوكول. بعد كده احنا احتاجنا نفيز، نعمل مالتيبل فيزز. بنبعت لو الهارت ريت كان عالي فبنعمل فيزز كتيره في السيستول، بنعمل 40 45 بنعمل 30 35. لو هارت ريت كان قليل يعني كان اقل من 70 ضربه في الدقيقه بنعمل 60%، لو احنا جهازنا سيمنز بنعمل 70% في الفيليبس والتوشيبا 70 75 80% بيطلع كويسين. فهنا بالنسبه لي ده جهاز كان توشيبا 128 ديتكتور، والفحص انا هفتح البيست سيستول مع 75% من الكارديك سايكل واتك عليه دول. طبعا عشان خاطر افتحهم الاثنين مع بعض لازم يكونوا نفس عدد الصور 751 751. لو دي 750 مش هيرضى يفتحهم مع بعض، لو 752 مش هيرضى يفتحهم، لازم نفس عدد الصور. اختار واقول لود فولي، مختار بقى من لود فولي. عندي البروتوكول اللي انا هفتحهم عليه ايه؟ طبعا مش هينفع كاسيا مسكون دول محمولين سبع، ومش هينفع الفانكشن دول مش الكلاب بتاع الفانكشن. تلاقي بتاعت الفانكشن بتبقى من 0 ل 100%، 0 10 20 20 40 لغايه 100%، وبتبقى ماتريكس 56. تمام؟ ده دول تو فيزز، واحد ستون وثانيه ديستون، بفتحها الكارديو كاتس. لما بتك عليها هو بيجيب لي بعد كده عايز تفتحها بقى هي فلاي ثرو ولا 2 دي ولا 3 دي فيسل اناليسيز ولا 3 دي اوتو فيسل. انا بختار دايما 3 دي اوتو فيسل عشان خاطر هو بيعمل سيجمنتيشن اوتوماتيك وبيسمي لي فيسلز اوتوماتيك. بختارها دي بقول له بيك بيشوفها. انا طبعا انا دلوقتي هشيل بيشن ديت عشان خاطر بيت جديده. تمام؟ يشوف كده. اول حاجه بدخل في الفيجوال بختارها نويز ريدكشن. نويز ريدكشن لو انتم شايفين الصوره 3 دي من غير نويز والنويز، يعني هي دي كده شايف اديك بص على المنظر ده كده. ولو انا شلت النويز شوف بتعمل ازاي كده، عملت ريدوسنج للنويز. تمام؟ تاني حاجه نخش على الاناليسيس بتاع تمام. وبشوف هو دلوقتي المفروض الفيتريا فيها اوبشن، اوتوماتيك يعني اديتنج او اوتوماتيك سيلكتنج فيسلز. هو بيرسم فيسل اوتوماتيك. فكره الكيرفد ام بي ار مبدئيا ده الانترفيس، عشان قبل برضه ما ندخل في التفاصيل، ده الاكزيال سلابس او الاكزيال كاتس، ودي الكرونر ودي الساجيتال. الثلاثه دول مع بعضهم كده، او اللي انت شايفه ده اسمه مالتي بلانر ريفورماتد ايمجز، مالتي بلانر كذا بلين اجزاء كرونر وسجد على الاكزيال. اصلا الاكزيال داتا دي بتبقى ترانسليتد ل او يعني بيحصل لها ريكونستراكشن للكرونر والسجد. يبقى ده المالتي بلانر ريفورماتد ايمجز. الكيرفت ام بي ار ده بقى لو انا في ستراكشر مش ستريت فورورد، ماشي كيرفت او ماشي تورشوس، عايز اعمله تريسنج بقسمه بالكيرفت ام بي ار. ده المهم جدا في اليوريترز في الكورونرز في اي فيسل ماشي تورشوس مش محترم البلينز بتاعته، يعني شويه يمين شويه شمال شويه فوق شويه تحت زي الفيسل زي شايفينها دي بتاعت الكورونرز. عشان اضيفها انا كويس واعملها ايديتنج كويس، المفروض ان هو الجهاز في الكيرف ام بي ار بيكونكت الدوكس. يعني مثلا انا جيت دلوقتي اخترت ال اي دي، شايفين النقط الزرقاء دي، شايفين ادي بدايه الفيسل مثلا في الاورطه، ودي الساينس، دي الساينس، وده الليفت مين ارتر، وده ال اي دي. طبعا انا بعمل سكرول في نقط زرقاء كده بتبان، حاصل مجموع النقط الزرقاء دي او تركيبهم فوق بعضهم هيديك الصوره اللي انت شايفها هنا. اذا الصوره دي ما هي الا
الباث او الممر او الباثوي اللي مشي فيه النقط الزرقاء دي. هو كل نقطة زرقاء دي بتمثل سلايس او شريحة معينة هو بيمشي في السنتر بتاع الفيسل ويضيفهم كلهم على بعض عشان خاطر يعمل لك الايه الصورة دي اللي هي كيرفد ام بي ار. تمام. سريعا انت في اخترت تختار مثلا فيسل معين ترسمه وليكن ال ال دي، وهنا اوتوماتيكالي رسم كويس. ادي الليفت ميل ارتري شورت ترانك، وادي ال ال دي لغايه الايبكس. تمام. وليكن ان هو مثلا الحته دي انا هفترض انا هبوظها وهرجعها تاني. هفترض ان طبعا الرول بتاعك في البوست بروسيسنج ان انت تخلي اللاين ده في السنتر بتاع الجسم ما يطلعش براه. يعني مثلا لو طلع براه كده صح، ما ينفعش يطلع براه. تيجي بعد كده شايف يحصل سيباريشن، تبان وكانها ليجن او كانها ارتفاكت. فانت الرول بتاعك ان انت تخلي اللاين ده في النص. فانا عشان خاطر بس فور سمبليفيكيشن، او هنا الجهاز ما شاء الله يعني رسمت البيسز اوتوماتيك كلهم صح. فانا دلوقتي هطلع اللاين ده بره خالص في المايكارديوم دي شايفين كده، عشان اقول لك التولز اللي عندك في الفيتري. تمام. وليكن المفروض ان هو ده لو انت عايز تضيف فيسل او عايز ترسم فيسل عندك تو اوبشنز، اوتوماتيك ومانوال. في الاوتوماتيك بتيجي بتتك كليك يمين تختار اللي هو السيلكت اللي هو الفينجر ده، بتختاره وتتك على الفيسل اللي انت عايز ترسمه. الفيسل الاصلي ايه زي كده مثلا كده، مش عايز ارسمه ايه، لا المفروض هو رسمه، بس انا يعني انا عايز ارسم بيسل تاني غيره. ماشي، ممكن ارسم الدايجونال التاني ده هنا رسم، بس طبعا رسم غلط. بدل ما يدخل في المين ستريم يعني طبعا ده الدايجونال التاني المفروض يكمل كده يوصل الاورطة، لا هو دخل في الديستال بورشن او الديستال. فانت بتيجي عند الديستال كده وتروح ايه شايل ده كله. تمام. وتيجي بعد كده جاي اكستند، تختار ده كليك يمين وتختار اكستند، تلاقي عندك هنا او موجوده هنا اكستند، هنا بتوصل انت البيسل تخليه يمشي في بيت البيسل زي ما انت شايف كده، ابتدى هو يرسم بيت البيسل. ممكن تقلل اللير خالص، تقلل اللير عشان تشوف الكورنر البيسل فين، وتكستند برضه فين ونشوف هو رسم صح ولا لا. هنا مثلا رسم غلط، يعني مشي شويه حلوين بعد كده مشي في مره البيسل. فانت عشان تضيفه صح او تعمل عليه بتن صح، بتختار السهم اللي انت شايفه فوق ده ديسبلاي ايمج، هو بتيجي كليك يمين هنا وتقول اديت سنتر لاين. تمام. ده السنتر لاين، انت عايز تخلي السنتر لاين ده في نص البيسل. فانت بتيجي هنا كده بتكي بكليك شمال عادي خالص، نقطه هنا نقطه هنا نقطة هنا، وتحاول تخلي ده كده ايوه، وتقول له ابلاي خلاص. طبعا مش مظبوط 100%، تيجي كده تفرده تتذكر نقطة هنا ونقطة هنا، تقول له ابلاي كده خرج نوعا ما كويس. تمام. او تيجي هنا كده في اي بلين من الكيرفت وتزوم، وتحاول تخلي ان اي ريجولارتيز او لو انت شايف السهم اللي السنتر لاين مش ماشي ستريت، مش ماشي في نص الجسم بالظبط، في ستيبنج نازل هنا مثلا، نازل كده وطالع شرشف، فانت تحاول تخليه في النص، تسحبها كده وتخليها في النص كده، تظبط الويندو بتاعتك وتسحبها كده وتخليها في النص، وتلف 180 درجه. طول ما انت بتلف كده تحاول تخلي الايه البيسل او اللاين ده في النص عشان يلف البيسل صح، ما يبقاش في اي ستيبس. سكرول كده يمين شمال او كده مثلا كده، تحاول تخليه في النص قدر المستطاع،
في ستيب زي كده مثلا تروحي ترجعه كده طبعا تمام. في كذا بلين بقى يعني في التك هنا ثلاث مرات يجي لك ده اصلا لما تبص عليه هنا في الويندو دي ثلاث مرات هنا مثلا اهو ده معاك هنا هنا مثلا بتمشي في نص البيسك فانا ايه عايزك صاحبه كده خليك نص البيسك رسم لي بيسل بقى انت ايه رسمته ده. انت مثلا انا دلوقتي انا رسمت الليفت مين ارتري مع البروكسيمال ال اي دي مع الديس مع الميد ال اي دي ودخلت بعد كده فين في الدياجونال يبقى انا عندي هنا هتتاكد اروح اعمل سكرولنج في الاكس يعني ادي الستارت بوينت بتاعت البيسل اللي انا رسمته اللي هو ده اللي هو الاخضر ده انت شايفه اهو ده. بعد كده دخلنا في الليفت مين اللي هو شورت ترانك اللي هو الاسد ال اي دي اللي هو ده وايه اللي دي التداول الاولاني ماليش علاقه بيه دلوقتي انا دلوقتي انا ماشي في ال دي وبعد كده كملت في الدياجونال التاني اللي هو ده ما مشيتش في ال دي لغايه الاخر دخلت في الدياجونال التاني اسميه بقى اروح كليك يمين عليه واقول له رينيم واقول ليفت من ارتري ال اي دي دي 2 سكند يعني وابدا اخد سناب شوتس بتاعتي عاديه خالص هي دي كده مثلا زوم عليها كده واجي هنا اقول تكست دي تكست ليفت ميل ارتري انتر واجي عند الطرف كده الطرف بتاعه بيطلع سهل اول ما يطلع بيبتدي سهل وده اللي سام الشاور على ليفت ميل ارتري عشان حتى ده سام ليفت ميل ارتري كان بيجي شورت هو يعتبر الحته دي بس بعد كده ال دي دي ده كله ايه الاول هنا ده دي اه سناب شوت كده طبعا عندي اوبشنز في سناب شوت هايد بيشنت انفو يعني لو انا اتكيت عليها هيكسبورت الصوره من غير بيشنت داتا لو شلتها عملت اكسبورت هيطلع لي ايه البيشنت داتا وفي نفس الوقت اللي عايز هايد كروس هير في السناب شوتس لو انا مثلا عملت صوره زي كده مثلا صوره زي دي او دي كلمه زي ما احنا لو انا شلت يعني خليته يظهر اللايف وباجي مثلا اخد صفحه اللايف ده مش هيختفي يفضل موجود في الصوره يعني مثلا في البروجكت اللي قلت هنا تفضل موجود في الصوره دي مختفي اي صوره انا في ميزه في الفيديو موجوده برضه في الفيليبس هي البوك مارك مش محتاج ان انا اعمل بوك مارك في كل صوره مجرد بس ما اتكتب كليك يمين على الصوره اللي انا اخدت لها سناب شوت كده الستور هيجيب لي الصوره ايه اللي انا كنت واخدها هيجيبها لي باللينز اللي انا واخدها نفس الوضعيه على وضعه يعني دي كانت مثلا الدياجونال تاني انا كمان في التولز بتاعتي طبعا احنا مش هنشرح بس اللي اول الحاجه دي سريعه عندي الويندو ويدث وليفل ده الميجرمنت لو انت عايز تقيس حاجه في حاجه ده الاي بي سي لو انت عايز تكتب حاجه وتسميها ده السناب شوت لو عايز تاخد الويندو دي بس تتاكد لو عايز تاخد الديسبلاي كله تتاكد حرف تتاكد كنترول يبقى كل الصفحه دي بالداخل كده مثلا تلاقي ايه؟ تلاقي كلها ريسيت لو انت عايز تعمل ريسيتنج للفحص كله تريم ده لو انت عايز تصور حاجات يعني فوليوم معين او حاجه معينه عايز تفوكس عليها بس هو اكتر في البور ريموفر والسي دي ان مش ما يستخدموش كتير في الهارد التريمنج او التارجت فوليوم في فيليبس بوي دي لو انت عايز تقيس حاجه معينه اريا
لو انت عايز تقيس اريا معينه، لو انت عايز تقيس الاريا دي فري هاند ترسمها بايدك يعني كده. ده هي بتاعه سايد ايه، بتاعه بتاعه نور سايد ايه، هي ممكن تدخل على البيتر بتاع تنور هنا كده يعني، في البيتر مع بعض الريموت يعني، هي ضبط البيتر دي في ضم نور، ممكن ادخل عليها وانا هناك اسمع تيم فيور. المهم نرجع بقى للبيتر بتاعتنا احنا. ايه تاني ده بقى، لو انت السيزورز اللي انت لو انت عايز تقيس تشيل شوف تيشو اللي حوالين هارت في كده اثر تقدر تتك عليها. طبعا انا هشيل شوف بس دي في ال بوليان بان الصوره كلها دي ضمن تيجي كده تاكل كده تقول له ان تكتفها تك عليها وتتك لونج بريس تكه طويله يعني. انت لما انت عملت كده انت كده بتسويفل بتتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، انما انت لو تكيت كده مثلا تكه طويله السهم ذات نفسه او القلم صغر في الحجم كده ريدي ان هو يعمل كفر. انت عايز تشيل لفتة الابندج تكة طويلة كده برضك اهو وتتحرك براحتك. يعني اقدر انت قطشت حاجة من الكورونري ميسل كنترول زد على طول اللي هي اندور، مثلا انا جيت اقطش مثلا الار سي اي كده مثلا غصب عني مثلا بالنور تكة كنترول زد ارجع له تاني زي كده. حاول اظبط الويندو بتاعتك او الشيلينج بتاع الكلرز. في عندك اوبشن هنا بتاع التري ممكن يسمها لك تري تمام، ممكن يسمها لك ترانسبرنت تشيمبرز ترانسبرنت، وتخلي الترانسبرنسي بتاعتك على حاجه 60 64 65 عشان تطلع كويسه يعني. دي بقى تسيب السلاب شوتس بتاعتك يعني. ده كان بس سريعا كده يعني انتروداكشن سريع من جيتري. طبعا في بقيه التولز عايز وقت طويل للشرح، بس انا حابب بس نعمل فيديو قصير قدر المستطاع يعني.